أنا اليوم هخليك تعرف ليش الناس بتحب تشرب بابونج. بصلي على رسول الله. عندك عسر هضم، مشاكل جهاز هضمي، نفخة في البطن، إسهال، غثيان، استفراغ، عندك اضطرابات وقلق واضطرابات نوم، بتلاقي البابونج معزز لك رقم واحد. ما حننسى المرضى اللي بياخذوا كيموثيرابي بسبب سرطانات معينة، تقرحات الفم اللي حتصير عندكم، المضمضة بالبابونج بإذن الله حتساعدكم. عندك تاريخ قديم لسرطان الثدي أو المبيض أو الرحم أو التهابات في بطانة الرحم أو بعض الأورام اللي فيها، أرجوك لا تشرب بابونج وراجعي طبيبتك. لازم نعرف أن البابونج بيحتوي على مادة صحيح بسيطة جدا اسمها الكومارين، بتخلي سيولة الدم عندك أكثر، فممكن تتعارض مع بعض أدوية سيولة الدم أو بعض أدوية التخدير، فننتبه. وفي تعارض بين البابونج والأدوية اللي ممكن تزيد من النعاس عندك أو حتى الأعشاب اللي ممكن تخليك تنام أكثر، فنحذر. وما حننسى حاجة مهمة جدا لازم الكل ينتبه عليها، موانع الحمل البابونج ممكن يقلل من فاعليتها. إذا بتاخد فولتارين، بروفين، جينكو بيلوبا، أسبرين، تكترش بابونج. الحوامل والمرضعات نحاول قدر المستطاع نشرب كميات بسيطة جدا، لأنه الأمان للجنين مش معلوم للحين حسب الدراسات. آخر معلومة، عندك عملية لازم توقف شرب البابونج قبل أسبوعين من العملية، لأنه ممكن البابونج يتعارض مع بعض أدوية التخدير. سلام.